ايش ما صعبه، وكان خلي جنب قلبي وجزف. انت انا كنت متل، وانا اخويا راه متل ثلاثه الافلام. نسيتوا السيري اللي كنت درت ليكم الدراري الاولى راه عاقلين عليه؟ انا ندير لكم دابا الموت كاين، الخوف لا الخوف علاش الموت؟ خرجت هاد الشيء في 2019 الموت كاين، ترى عندي يوتيوب، انا راه عندي سيبر، اي حاجه نكتب يطلع لي دابا. ياك كنت ناسيها ياك. نهار كنت كنمشي للسيبر نخلص على واحد ودرب كان عنده مع بيسي، كنت دي كاين واحد التصاور ديال تامر حسني في فيسبوك ديالي، وكيدير بلال كيخليني مكونيكتي. كنت كنعرف نحل فيسبوك ونسد، ولا من نهار انا خريف من نهار ما كنعرفش نتش. الموت كاينه، الخوف هذا ديالي، هذا انا يبان لكم وجهي صاحبوني تنضحك. الخوف واحد السيري كاش مثلت القحبه مو سيري واعر، ويلي زعما ما عرفونيش. نكتبو واه ويكيبيديا كتعرفنا، نكتبو الياس نضرب في السقف الياس المالكي قنيتي هادي المالكي في فيلم فيلم اول واش يوتيوب زعما تعرفني. واو 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 هانت انا كنت مسحته من لاشين ديال تعال سير وجدو شي لعيبه تشربو الدراري، سير لي وجد شي قليا سير دير شي قليا ولا شي لعيبه. يا طال الكبرى كبر مشى للغربة غبر طلع الفورما سبع رجع وعاود لي سر درت عليه ما يمكنش طلب لي نعيط له على جرام ما تيعرفش انستغرام تيجمع غير فراس الدرب قزنا حتى الراس عمر كاس من هنا ومن هنا سطر تفكر مع حياتنا صغار تزيد في حسني الكبرى سكر. واه الصباح ديال مو كبير ماسكي غيدوز هاد الصباح. دارس هاد الياس صاحبي تخا علينا دارس حتى البارح جعدنا كذا في شجره ونوجد على عبد الشواعي بزاف احنا عليك بابا بغيت هاد البارح صاحبي الله الله ديال فك بعصيه حقره بزاف فو دير دير مو كده تضرب في البراش صح. هاي سيري كمان واش سيري قايس معنا في النور هاني خوي بس ما عشكم نغودة ترى هرس رفعة البارا براي زيت نسحب زرب شو واحد السحب خايفة لي يموت السحب بزاك أخوي بزاك سلام داكم السحب سير سير بحالك ها حقنا دائلي يا ساعة شكوش مكيدة سير حالك السحب ها حقنا هادي السحب صوت براح راه طيح روح البارح اصاحبي والله صاحبي جاي يضرب واحد الطونوبيل شو والله علي داك الجاج قتلوه راه داو الكازا دابا راه ماشي اصاحبي السيد شي دا الباروز دابا عنده 14 عام اصاحبي واش كيدير؟ اقول غير اي كبير اصاحبي لا حول ولا قوه الا بالله. شاو راه جاي الياس هاي جاي اخو هاي خونا صاحبي اللي البارح صار ماشي مسكين انا خرج الدير صاحبي واش خارج الدير دراري بالا خو هذا الفيلم راه في الاول ديال 2022 انايا انايا القاود فهمتي انايا راه لايبزيغ زيد دغيا صنع التاريخ هادشي راه في الاول ديال 2022 وي سي سي سافر ولا دير شي حاجه هو هذا هو هذا حاج خيا 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 الله يمك من غير الشمس ما بقيتي شي حاجه هو اجي معايا في الزيفه واش هو الياس قولوا لي انا فين كنت انا اللي كنت كنصور مع المعجل مشى خويا باغي يمشي نطلع للدار ما كنعاودش لا قطعت كنقول لي صافي صافي انا اللي ضحكتي صافي زيد دخلي لعندي لمك دخلي لعندي كيصور فيلم هذا ولا كيصور بالتخبية انت هذا كيصور فيلم ولا بالتخبية انت هذا واش كيصور في واحد كيكفج ولا كيصور فيلم جايبو حيطو ظهر الكاميرا اوه اوه
داري تيك توك هاد اللقطه راه كان شافها عند ولد الشرقي ودايره دايره في كاع الافلام اللي ورا هاد الفيلم هذا ما كانش كيدير تعلم مني علاش ولا يدير ليامات الجهد اصاحبي ليامات الجهد اليوم غنهرب من الحبس خلصت لي 5 سنين بزاف مشى ليا كاس العالم مشاو ليا جوج كاس افريقيا اليوم غنشوف شي حل غنهرب من الحبس 5 سنين مشات ليا من حياتي بزاف 3 سنين غيقول لك حق كاس افريقيا كيجي من عامين لعامين لا راه كانوا كانت نظماتو الكابون ومن وراء نظماتو كامل كانوا في عام واحد اللي لعبوا جوج افريقيات افريقيا هي السعيده اليوم شهر صباطة قاعدة وعري مان الفيلم اللي بعدها الدراع قلت لي صافي وعلى حوالينا سنعود بعد قليل غنهرب الدراع ليلة الهرب ليلة الهرب الدراع غنهرب 3 سنين ما قديتش نقصت الحيط الا طوالي حتى اليوم انا نقصت غنهرب شو 3 سنين ما كيديرها شو 3 سنين وانا مشدود ولا طوالش وتتنعس ولا طوال ولا نقل يا مات الجهد يا مات الجهد لي يا مات الجهد اقسم بالله العظيم احمد السقا ولا زبيه ولا فهمتي سد الباب الي سدي سديك سد وين الكاميرا وين الكاميرا فين الله اكبر الله تعليق فينا هذا الدراري علاش ما تشهرش عاوتاني واحد جوج ثلاثة عاوتاني فوا صاحبي ما تحبش هاد الشي فيها بنادم راه كيسحب هاد البلايص اللي كنقز منهم كيقول لك طحتي كيسحبهم قصار هاد البلايص طوال راه الدراري اللي كيصور كيصور من تحت راه طوال هاد البلايص شد 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 هادو الدراري ثلاثة الممثلين هادو جوج من خلصناهم باش داروا لينا هاد اللقطة تبعوا شنو صافا با فين هاد القصة ديال السينما هادي فين هو فين هو فين هو فين مشى اش غادي الله يرحمه مسكين حتى هو كان متسمع في ذاك الفيلم خدمة غادي ها وفابور فابور واش انتوما بوليس ولا شنتو بوليس ولا سمر بلعوا شي الخرا ما كيديروش تكبدوا اللي ما عجبوش البوليس يمشي فحالو اللي ما كيتسرع يمشي لدارهم راه الخطر بعينيه هذا شنو الخطر راه الخطر بعينيه هذا هادي هي خطر فكيضرب شو الدراري اللي قال لك الحيط قصير شو 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 الخياله شي طرا ليش الخطر حيد علي صاحبي هو 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 هادو بغاو يتصوروا معايا قلت لهم تمثلوا بوليس كدار في السقف هادو هو حيد علي هاد اش في اقسم بالله جاو شافوني تما فيزك مسرسط كنت لاهيت في المول وما يبغيو يتصوروني قلت لهم البوليس واحد اللقطه وما يمثلوش هكا صاحبي هو 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 وما كانوش عارفيني العالميه ديك الساعه مساكن تاقوا فيا جري او تا السيف جاي يجي عندهم فهمتي ما فيا اللي مشيت لي انا والدراري قلت لي هنا هنا انا نطيح في البحر اجي كاميرا من بلاصه اخرى فهمتي هاد الصباط شريتو من وايكيكي شريتو ب 800 درهم وتلاحيت بيه في البحر السروال شريتو ب 70 درهم سيبس ما عطيت 300 درهم الطاقيه كانت عندي ها
عاش يتفرق لك كيف حد قال لك تهبي يا اسطى عرفت اليوم هنا من المخيم مشي انا غنق شو رجلين فاسخين بالماء شو رجلين فاسخين بتقاشر المش هاتشي انا بصح تجمع مشى للدار ندير لكم الجزء الثاني والله حتى العالميه بالله نسيت انا على هذه الجزئيات هذه الجزء الثاني مالك انا درت شي حاجه راه يوتيوب اللي طلعته هو قال لك فيلم قصير محذوف المحذوفي الياس مالكي الجزء الثاني والحلقه الاخيره الحلقه الثانيه والحلقه الاخيره حنت درت غير ثلاثه الحلقات هذه شنو هي هذه دايرينها هما صباح فيلم انا درتو جديد ندبر فايفا جيب خاوي فيجوان اللي بقى من طريفه عايش بالمقاتله ولا منيفه كريمينا للدراري كتر متر كاري انا والوليد الله يشافيها الشيفه معيشه هاردكور السلام عليكم معكم طه الطايفور الراس مع كل فيقه مشقق سيفور في البيتش طبلا ماطلا راديو بوستيرات هايفه لقصه الحام طايفه هادي الغد حتى كنا كان طاح الغروب هادي الغد عاوتاني الربعه تماجنت وخرجت كان حتى واحد ما كيعرفني قليل الا الدراري قليل واحد الدراري مالك كاليتي مالك علاش كتضحكوا وا صاحبي وا خويا علاش كتكتب هذيك كتضحك على الكاليتي زعما كاتكا كيفاش كاتكا والله حتى كاتكا كاليتي راه مر الزمان راه مر الزمان صاحبي والله حتى كاتكا اقسم بالله حتى كاليتي كاتكا مش عرفت تمشي كاتكا انا مش عرفت كاتكا وما حتى كاتكا ها دوزها ما فهمتوش شي حاجه حنا كنفهموكم اصاحبي وراك كامل غير شويه ياس مش خايفش اصاحبي حنا دابا وصلنا صافي الساعه غيطوقوا الجديده كامله تا هما يا الكاتراس راه هربين من الحبس مش عارف شنو هربين من الحبس تتنعلي من دابا باش تعرف صاحبي دير شي بلاصه خاوي ديال الطمونه لا هادشي الساعه غير طوق جديد دير شي بلاصه خاوي العالميه علاش نعرف راسي في هذا الشيء الدنيا هنا صغير الناس سيكتور هنا صغير ما شافك حتى واحد الله يلا الياس هادشي طلع لي في راسي والله اش كدير انا كدير خدام اخويا انا في قهوه في ازمون اخويا انت صاحبي دوزتي معايا لكن انت اخويا ملي تيقول لي هادشي ما بغيتيش تقف مع عشيرك حطني اخويا خمشي حالك يا الياس انا راه وليت ساكن في ازمون صاحبي خدام في واحد القهوه بخير اخويا درت منها الطوموبيل راني عايش بخير اخويا الياس ما عنديش مع المشاكل يعني المشاكل ما عنديش معاه واش دابا انا وليت عالة عليك ولا لا اخويا عالة عليك بنتي الويطات من شحال هادي انا انت راك خويا من الصغر اصاحبي ولكن المشاكل وما شنو ابو خويا ما شنو والو حنا ملي وقفنا عليك دابا 30 كيلومتر انت تسمعنا في الهضره وخمس سنين الباترون كيغوش اليه والله قالك شري الطوموبيل الباترون كيغوش اصاحبي راه مجيب القهوه راه جيرو ديال القهوه انا في ازمون لا لا انا اخويا راه داس عليا ما يمكنش كامل راه 50 ديال الحبس مرت شتي دابا كلشي مات الفيلم ديالي مات خالي مات كلشي مات راه بقيتي عندي انت بغيتي تمشي تخدم معايا في ازمور يلا نخدم معايا تخدم انا نمشي نخدم كارسون بلا نمشي نرجع نشد انا ولا نخدم كارسون انت واش مشطي لك الميل ولا انا باغي ندخل على صحيحات مره ما باغيش نرجع للخاوي كامل ما باغيش نرجع للخاوي لا والله ما غنرجع للخاوي والله الضرب حلاوه فاش كانوا مراهوت كينشروا في بوطو تفو ما بقاتش غدا غنشوف في بوطو والله حلاوه كنت كنطل كنبقى نتمعجن ونبقى نشوف في الحوايج كيكملوا حلاوه ما بقاتش ماشي ما بقاتش لا نشرب يطيروا بهم بسي 50 كي ولاو كيشافروهم تعلموا ولاد كازا كيجيو مولا عبد الله كيجيو صايبوا تيضربوا لينا الحوايج
والله ما غنرجع للخاوي. رزق الله بشي حاجه حلاله اخي. لا ترى بنات دين امك حلاله ما كيخدم فيها. اسكت. ايه ايه لا لا حلال لا حرام. واحد الصحراء خليها على الله اخويا كامل. خليها على الله. عند ولد ولدنا في هذا الشيء دابا. فين دابا؟ فين دابا راك تمشي دابا؟ دخلنا اخويا للموت غنشوف هاد الدنيا كي ولات ونشوف اخويا. راه خمس سنين كامل ما شفت البحر. باغي نشوف البحر كامل اصاحبي. مسكين داك الكليب مات الياس تلقى فيا عائلة مسكينة. مول عز تا يا صاحبي. قلتي انا الياس مول عز؟ نعم كراسي. ما غيسافري في الدرب. لا صحاب مني مشيت انا لازمون ومصحاب. الدرب انا اخويا هذا السن وقيت ما بقيت عارف فيه حتى واحد. لا لا كلشي 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 كيفاش جاتكم الدراما الدراري؟ والله حتى الدراما اقسم بالله. والله حتى الدراما. طلع 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 فوق التحطوار. الله ينعلم امك الوالدين يلاه هربانين من الحبس. فهمتي الواقع هذاك الشيء دخلته في بصح هادي هو راك لاكت ولا بصح وانا دخلته معايا في الفيلم تو والله تو وياه. الله ينعلم امك الوالدين. الله خويا كامل يا طفل. اه بصح انتو مع السلام. علي تيديوت نسيت راه فيلمي كنت باغي الرياكشن عليه والله حتى نسيت. علي تيدير عين المطفيه يا زبي قود فين انا؟ خويا كمان راه خمس سنين راني الدراري الدراما شويه اه شي دابا كات ياك ياك دابا ولات كاتكا مره مره كنسى صح بزاف راه عمر خمس سنين راه سمعوا سمعوا وكات يعيش 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 سماونا بينك لابيش الراجل دير غلط واحد اصاحبي متعاقب عليه حياتي كامله كامل انا دابا حياتي ضاعت باغي باغي ان شاء الله باغي انا 28 عام باش باغي صاحبي خرجتي من الحبس تبارك الله شوف قداش اصاحبي بياض وغليل تجي تخدم اي خدمه يقبلوك الياس اصاحبي باش تحس بالامان في حياتك والله ما تبقاش تعمر في هذيك الست شهور والله راك كنت انا دابا انا مشيت فين نعمر لما عمرت تما فين نعمر ما بقاش معامل اصاحبي ما بقاش معامل هذاك هو اكفز درب كاين فين غتمشي لا ما مشيتيش لهذاك فين غتمشي خاصك تمشي تكتشف ناس جداد تا مالو فيصل فلوك حياة جديدة إليك والله يعني هاد خمس سنين ما بقاش كيجيني الناس كامل بالليل شوفي كنت كندوي شوفي مانيش كندوي والله ترى هو يعني الفيلم ما فهمتوش ولكن تفهموا ما نهار قدام اكيد كنا كندوي من شويه قلت لي ما بقاش كيجيني الناس خويا راه الحبس جداد هنا راه فاش كنت كنفكر فهمتي هذه راه مش كانتش داخله في النص خرجت على النص كنفكر في شي حاجه اخرى معجن ثاني التفكير شويه رجعت شويه قلت ما كنتش ساهي معاه فهمتي ما كنتش سامع واش كيقول ما جاوبش حياه جديده فهمتي خمس سنين خاصك فهمتي دوي بزاف ما فكرتش انا صافي سهيت ما بقاش كيجيني الناس كمان بالليل اخويا ياك اخويا راه الحبس خرجني على حياتي اخويا ولكن شوف شوف باقي باقي 28 باقي صغيره باقي ان شاء الله تخدم وباقي سنه شدينا كاميرا قد نيمار ترى نيمار راه الفلوس اللي عنده حتى كمان الله يهديك اخويا راك باقي ما عارفه شو نيمار انت تنبأت لي بانه غيلعب في الهلال والفلوس شو والو بقى ما عارف والو كامل ما تبقاش امان الحياة اللي هي هذا المكان انت ما تبدلش ما بقاش ما بقاش كاين اللي حرك كاين اللي خدام في شقون ولا براني انا ما تشوفش غترجع غترجع في اسبوع لا بقى في اسبوع ما رجعتش وانا دراري درت الحلقه الاخرى الثالثه ولا هذيك كنت درت غادي الحلقه الاخرى كنت مرضت فيها ياك ياك كيفاش كتمشي درت عمليه على الكلاوي في لندن ياك وما ما خرجش لكم حلقة الثالثة السيري الثالثة ما خرجتهاش 2021 هادشي بغيتي تمشي معايا الله الياس خدم معايا تمايا والله بقى في درتهاش كيبدلوا مدينة كيبدلوا مدينة لشي واحد اللي حسن حتى غادي ازمورة ها 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 ازمورة هي أول مدينة في المغرب الحمار المهم غادي نبقى خويا لا بعد كمال اليوم غندير اخويا حد حياتي
ولكن عندك شي حاجه لا قلت لك غادي نحدد ايدي انا مسافر هو لا لا حد صافي انا ملي كتخرج كتلقى العائله بساكس كتلقى بقيت بوحدك شو الشمس فين غنمشي اش غندير ما عندي صاحبي حتى ماوى ما عندي حتى فين العزاله وكنبقى ندور بجاكيطه الصاد شو الشمس طافي سيكيريتي ولا شي خدمه ايدي صاحبي ولا ديع الديطاي ولا ديع بلا المهم المهم بيناتنا كمال الله معاك اخويا هادشي اخويا هلا بو كمال هلا هلا فراسي هلا ساعة سعيدة هلا لا راه كتماعجن فهمتي تسالمت معاه جوج مرات ولحتها هذا حيت كنبقى ماعجن باش يدوز داك الفيلينغ وكن مونطي كنلاصق فيديو مع فيديو وكنلوحو في يوتيوب في ذاك الوقت باش يبقى الفيلينغ كيبقى داك الفيلينغ ديال المعجن ومثلتي خير شي وجيتي دوشتي عاوتاني وكمونطيتي ولحتي كيبقى داك الفيلينغ دايز كيفاش سميت غادي كنجري هنا ما كان فيا اللي ما كنتش كنعرف ندير موسيقى فوق فيديو دبرت على تليفون اخر ودرت منه موسيقى حزين وقربت وحده تليفون الاخر وقلت لاخر صورك اقسم ولاد لي صورك هنا راه الموسيقى خارجه من البيبليك خارجه من شو دابا سبحان الله لا لا اش طرا ما عطلتش شي اللقطه كيفاش الله معاوني بشي لعيبات شي الرموكه تدات عليك في مع اللقطه مع داز شي سبحان الله العظيم مع الجوكر شو شو سبحان الله العظيم صم النهار يا مازال حي الحلقة رقم 3 غادي نكون جاي خارج من السبيطار درت لكم درت لكم الحلقة الثالثة درت لكم الحلقة الثالثة الحلقة راه كانت الحلقة الثالثة اللي مثلت لكم ما بتش في الدار ديك الليلة كانت كورونا وانا ديت لي زار ديال الوالدة كتغطى بي ديتو من الدار هزيتو وديتو السبيطار ولحتو فوق فراشة الأمو أموات ودرت راسي ميت أنا ندير لكم الحلقة الثالثة الوالدة شافت الفيديو قالت لي خرج خذ سقف سدوا الباب سد لي الوالد وخذ سدوا الباب وخرجوا دابا دخلني كورونا عقلي ولد الدار انا من ديك الوقيته كان كيموت بكورونا وانا ديت صاحبي باش عرفني هبيل ديت صاحبي لي زار ولحتو تما تلت به هو هذا شو يوتيوب باش يطلع لك واش بغيتي تفرج حلقه ثالثه حضرتك لا سي يا ربي يا ربي تفو ما عطاونيش ولا تلقح ولا تلقح فين الحلقة الثالثة؟ فين الحلقة الثالثة؟ ليه جوج حلقة؟ هي الثالثة داري تفرجوا في الثالثة ولا تا الغدا تا الغدا شنو صاحبي بلا ما نخبى انت غير تبع الكبرى واسمي الحلقة الثالثة درا الله على السيري غنبقى لا نمثل شي فيلم لا 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 صافي هذه هي اخر حلقة الثالثة هي اخر حلقة بقيت جات الرابعة وما كملتش فيها السيري ونص حياتي تشبع خويا واش تخرج دير هاد الهبله دابا راه خاصك اصاحبي ولا نقدرش نعاود فيها غير متى شي فيلم مع الساط الصباح لا تبروغراميت على نديرها مدينه خاوي ولا كنمثل نقدر نتبروغرام عليها والله تنديرها فين فين اللوحه اللوحه في شي سكواد 2020 فهمتي اللوحه في شي باج بحال هادي ديال اليوتيوب مين تمني ما تزاديش 2006 تشديت صدقوا تاكري الطوموبيل مع السباق باقي شي 3 ايام ونمثل لكم فيلم الحلقه الرابعه والله تنمثلها بالله قتي دابا عيش الويل هضر كبرى داوي لسان المرفين حيت ما دوزناش قليل الوالد كان متصرني ماش نعرفش المستحيل مع نصر عند بالي جديد اولي زار الدنيا اللي درت
باس ما فوق السروال الدراري. ماشي قلت لكم باش زعما نطيح من راسي، لا لا انا جايكم. الفاطمه فوق السروال ضربه خايبه، قدرت تشوف الطبيب على واش على يدك، كنت مجرم مصر وكنت روشيرشي. انا خرجت ما عرفتش نخدم السنس، ما كنتش كنعرف نخدم السنس، خفت نولي هابط لتحت على قسم الاموات ولا شي حاجه، طاب وانا نخرج بحال هادشي. الو كامل فين نهدى البس؟ واه باقي حي باقي حي، تجيو نعاودك يا ولد. تسنى نهدى الباب ديال الشباب كبير. Pardon la terre, yo cala blara d'air, mon papa dit chanteur, je suis un gars. اه لي زار، شو داك لي زار هو اللي بتف الزنقة بسبب، مكانوش يصاحبوني غنولي هكا، خرجوني الزنقة بيت في الزنقة. زتني واحد المويمة قالت لي أنا جاية من الرباط باغا ناكل الحوت ديك الليلة، باغا ناكل الحوت. قلت لها لا لا قلت لها غاتمشي من هنا، ديك الساعة هي اللي جرعوا عليا فيها مول الدار. قالت لي فين؟ قلت لها غاتمشي نيس سيدي بوزيد راه كاينين تما. قالت لي بغيتك تمشي تاكل معايا، أقسم بالله كملت لكم الشطرة. وانا هادي طاحت لي فمو حتى عقلت على هاد المناطرة مشيت. الو الياس شا فينك اصاحبي فينك؟ من الصباح وانا كنتسنى فيك فينك؟ راه خبش اخويا اللي شدوك البوليس فينك انت دابا؟ ياك انت جاي؟ يلا اخويا انا غنتسناك، يلا يلا اخويا ما تعطلش، يلا اخويا الياس يلا. وكاين هاد اللقطة كان خاصني نديرها ورا اللقطة فاش عيطت لي انا درت راسي جاي علاش. مشكلة الياس صراحة دابا ما كنبغيش خسر لي والله والله، ولكن راه عندي غير انا عندي غير انا الى مشكلة مشكلة ما عرفت فين هو تعطل اصاحبي، عندك شفتو البوليس اصاحبي مشكلة كحلة. هو جا هو ليش زيد 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 اخويا زيد فين الياس؟ البوليس اصاحبي يقول لك الواعة والله تبي الواعة تنقصتي مرة تشبهوا كيفاش بلاني ليه؟ هربت لي الماكينة في السيارة ديال الإسعاف ديال الموشة. تعرفتي شنو المشكل دابا إلياس؟ هو الدرب كامل عارفك ميتة، الوحيد اللي عارفك حي هو أنا. تمام كان شي واحد عارفني حي راه بحال اللي كنت ميت حي. والله كدري واحد طق عليا عمر شي واحد مني خرج من الحبس. تعالوا تعالوا نصبوا المريض وكن عصروا بلا معلقة. وشتا شي واحد دوا معايا اصلا انا كنت بحال اللي ميت في عيني مخليهم يقولوا راه ميت. هو انا ما يعني ميت لحيت يعني ولا برنامج انا بقيت الياس مات يعني صافي زعما بالنسبه لهم انت راه ميت. الخوادري راه باعه فين غنمشي؟ ما راه كنت دويت مع واحد والله تنسيت هاد السيري اش درت فيا اش هادشي كيطردك فضائيين وعلاش ما طردكش دابا مني قصت الصوت؟ تفو والله ينعل الزنبو في الحبس مني كنت في الحبس ديالي كان راه بقيت كنعس ما مشيت الويا كمان راه غنمشي غنخوي مع واحد مرس منه جوج مرات هي اللي لخطا بوليس كيقلبوا عليا دار ديال الوالدين الخوادري راه باعه فين غنمشي؟ ما راه كنت دويت مع واحد في الحبس مني كنت في الحبس دويت مع واحد الدري كيحرق الناس كيديهم فلوكة فلوكة والورقة الأخرى اللي بقات عندي أخويا كمان راهي غنمشي غنخويا البلاد فين ما مشيت ألبانيا سنغافورة المهم فين خرجت من الحبس السبيطار وما نعس ديال البنج ديروا لي البنج باش يديروا لي العمليه والله ما نعس كامل ما تبنجتش بغيت نموت قلت لهم دقوا لي بلا قلت لهم باغي نموت ما بغاوش تلاحيت من قنطره ما متش
الفلوس دابا من غتجيك إليزا الحريق؟ راه حيت الفلوس راه 1.5 مليون باش تحرق اليوم بالليل. اخويا كمال غادي نشفر واحد بنك اصلا انا غنتشدو والله ما غادي نشفر واحد البنك ان شاء الله غندخل عليها نشكي لها الحالات انا اصلا راه مشدود معنا روشيرشي اصلا كندوي هي الاخر اللي بقات ليا كندوي هادشي اللي غندير وغدا ان شاء الله مع الساد الصباح غنمشي غنطلع للمهيدية قنيطرة عند الدري ومن تما غنمشي انا. علاش بالضبط المهيدية؟ اش كان تيدور ليا في راسي ديك الوقيته؟ ما سوقيش فلوكة فين غادي فهمتي المهم باغي نحيي من هنا فهمتي انا متغرب باغي نحيي من هنا بقى عندي منديل. خويا كمال تحياتي سلم لي على خويا الدار بالله وتا واحد ما نبغيش يسيق خبار بانني باقي حي. لا كون هاني صلى خويا كمال سلام بويكا ويلا نقصي بويكا والله تا بويكا I'm gonna see you back home, I'm gonna see you 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 home, I'm gonna see